ان رجلا جاء الى الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان بن ثابت وقال له يا امام هل رأيت ربك؟ قال الامام سبحان ربي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الابصار ولا تحويه الاقطار ولا يؤثر فيه الليل والنهار وهو الواحد القهار. قال السائل هل سمعت ربك؟ هل لمست ربك؟ هل احسست بربك؟ قال الامام سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال السائل فاذا لم تكن رأيته ولا سمعته ولا لمسته ولا احسسته فمن اين تثبت ان ربك موجود يا ابا حنيفة؟ فنظر الامام الى السائل وقال له يا هذا هل رأيت عقلك؟ قال لا. قال هل سمعت عقلك؟ قال لا. قال هل لمست عقلك؟ قال لا. قال هل احسست بعقلك؟ قال لا. قال له الامام أأنت عاقل ام مجنون؟ قال له انا عاقل يا امام. قال له فاين عقلك؟ قال له موجود. قال الامام كذلك الله جل جلاله موجود. آمن به المؤمن ولم ير ذاته وجحده الجاحد ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله.